في أواخر السبعينات كان موعد إنجاء مدرسة أبي ذر الغفاري الواقعة في قرية المنعم التابعة لمديرية جبل حبشي غرب تعز بعدد 12 فصل فقط. وحتى اليوم ما زالت الجهود الرسمية في توسعتها وتأهيلها غائبة تماما. كانت مؤسسة أعتقد لـ200 طالب من أكثر من منطقة، لكن الآن زادت الكثافة الطلابية في هذه المدرسة والإقبال عليها نظرا للزيادة السكانية المفروضة في المنطقة، وبالتالي احتاجت المدرسة إلى فصول وإلى تجهيزات وأثاثات مدرسية، لكن ذلك لم نلمس أي لفتة من الدولة. أكثر من 120 طالبا وطالبة في الفصل الواحد يتلقون تعليمهم، وهو ظرف يقول مختصون إنه لا يتوائم مع البيئة المطلوبة للعملية التعليمية، إضافة لغياب متطلبات أخرى تؤثر على مخرجات التعليم. من المشاكل التي يعني تعترضنا مشكلة المقاعد الدراسية. المقاعد الدراسية لدينا حوالي 144 مقعد مزدوج، هذه تحوي أو تستوعب ما يقارب 432 طالب أو 30 طالب. هذه المقاعد لا تكفي، وخاصة إن المنطقة منطقتنا منطقة باردة. وكالعادة تحضر المساهمات المجتمعية لملء فراغ غياب السلطات. تبرعات أهالي المنطقة لتوسعة المدرسة بدأت في رسم ملامح انفراجة لأبنائهم الطلبة، لكن هذه الجهود صارت الآن مهددة بالتوقف. جمعنا بعض التبرعات وقمنا ببناء 5 فصول على القاعدة والعمدان كما تشاهدون خلال الصور، وإن شاء الله نحن نهدف إلى استكمال المبنى، لكن المرحلة أو أنه وصلنا إلى مرحلة العجز، فالأبناء المنطقة يعني عجزوا عن إيش؟ عن جمع التبرعات للأسد. مع اقتراب موعد استئناف العملية التعليمية وتدشين عام دراسي جديد، تتزايد دعوات الأهالي ومناشداتهم للجهات الرسمية والخاصة لاستكمال هذه الجهود وتحسين ظروف العملية التعليمية لعدد قرابة 1200 طالبا وطالبة يتدفقون إلى المدرسة من عدة قرى. أيمن قائد، يمن شباب، تعز.